السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل اي شيء ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. الكاظمي يعلن اطلاق المنصة الخاصة بحل ازمة السكن مدن جديدة وحديثة. اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن اطلاق المنصة الخاصة بحل ازمة السكن والمكونة من مدن جديدة وحديثة. وقال الكاظمي في منشور على موقع تويتر انه بعد جهود شارك فيها الجميع اطلقنا اليوم برنامج الاسكان داري، مؤكدا على أن المنصة شفافة وإجراءات المفاضلة فيها عادلة إذ تعتمد على معايير منصفة، وبين أنه يطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن وبناء مدن جديدة وحديثة. رابط التسجيل راح يكون في وصف الفيديو. وقال في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي أيام عرفة وعيد الأضحى المبارك، نعلن اليوم الاثنين بدء التسجيل على قطع الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم اعتماده، وسيسهم في تسهيل الإجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية والتدخلات الجانبية ويحقق العدالة بالتوزيع في ضوء الشروط والنقاط الموضوعة للفئات المستحقة. وأضاف أن الشعب العراقي يستحق منا بذل قصارى الجهود من أجل خدمته وتلبية احتياجاته، مؤكدا أن هذا البرنامج يعد الخطوة الأولى لبرنامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن. وأشار الكاظمي بالقول: وعدت بتوفير سكن يحفظ كرامة أبناء شعبنا، واليوم نعلن عن الإجراءات الأولى للتنفيذ والمتمثلة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني. من جهتها أوضحت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الأراضي أن المرحلة الأولى ستتضمن توزيع 338 ألف قطعة أرض من أصل 550 ألف، ستشمل محافظات بغداد، البصرة، النجف، نيسان، واسط، صلاح الدين والرمادي كمرحلة أولى، وفق بيان مكتب الكاظمي. وبيّنت اللجنة أن التسجيل الإلكتروني سيكون مفتوحا لجميع المحافظات، إلا أن قطع أراضي المتوفرة حاليا كوجبة أولى في المحافظات أعلى لحين إكمال المحافظات الأخرى تباعا. وحثت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الأراضي جميع المحافظين على التعاون مع اللجنة وتذليل الإجراءات والإسراع بتخصيص الأراضي السكنية للمواطنين. وفي 6 يوليو تموز الجاري قرر مجلس الوزراء العراقي 550 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين ومنحهم قروضا للحد من أزمة السكن التي يعاني منها البلد. ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 مليون وحدة سكنية لحل تلك الأزمة، وتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير كانون الثاني الماضي. محافظ ذي قار يكشف عن موعد توزيع 4000 قطعة أرض سكنية في 5 بلديات. كشف محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لتوزيع 4000 قطعة أرض سكنية في 5 بلديات تابعة للمحافظة. وقال الخفاجي إن بلديات أقضية الجبايش وقلعة السكر والنصر والبطحاء فضلا عن الغراف استكملت عمليات إفراز القطعة السكنية للشرائح المشمولة وفقا للقانون، وسيتم توزيع هذه الوجبة الجديدة. وأشار الخفاجي أن التوزيع سيتم بالقرعة العلنية وبحضور المستفيدين فضلا عن عدد من المسؤولين المحليين، وسيشمل الشرائح المسجلة لدى البلديات والتي تم تدقيق معاملاتها وتقاطع المعلومات. بلادت مدينة عصرية انفراجة بأزمة السكن في محافظة ديالى. كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى عن قرب إعلان مدينة عصرية في المحافظة، وقال قائم مقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي أن جهودا متسارعة تبذل حاليا من قبل بلدية بعقوبة من أجل فرز آلاف القطع السكنية في أطراف بعقوبة الشرقية لتوزيعها وفقا لمعايير محددة وفقا لضوابط وزارة الإعمار والبلديات على شرائح متعددة في مسعى لإنشاء مدينة عصرية متطورة هي الأولى من نوعها منذ عقود طويلة. وأضاف الحيالي أن من أهم ملامح المدينة الجديدة أن الأراضي سيجري توفير الخدمات الأساسية بها قبل توزيعها، وهذا أمر يمثل بداية جديدة في التعاطي مع أزمة السكن، مؤكدا أن الأراضي دخلت مؤخرا ضمن التصميم الأساسي لمدينة بعقوبة وهو الأول من نوعه منذ أكثر من نصف قرن. وتابع قائم مقام قضاء أن بعقوبة تعاني من أزمة سكن حادة مثل بقية المدن العراقية، وانفتاح في ولادة مدن جديدة تشكل أطارا مهما في استيعاب الزيادة الحاصلة في معدل السكان واحتوائه في مدن تتوفر بها الخدمات الأساسية بعيدة عن العشوائيات والتجاوزات على الأملاك العامة.